أهلا بكم. تبذل واشنطن مساعي لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة. هذا ما قاله مسؤولون أمريكيون عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدين أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان، لكن حلف ترامب المأمول دونه عقبات جسام، فلا حلفاء واشنطن في المنطقة على قلب رجل واحد، ولا سياسات ترامب الخارجية لها من الاتساق ما يلزم لإنشاء أحلاف مستدامة. نريد تعزيز التعاون مع دول الخليج ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة. هذا ما صرح به مسؤولون أمريكيون ومصادر في البيت الأبيض. أما الكيفية فستكون لاحقا بتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع تلك الدول، أطلق عليه مبدئيا اسم تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي. تحالف يقول بعض صانعي القرار الأمريكي إنه يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية. خطة ترمي إلى تشكيل نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي تجمع الحلفاء المسلمين السنة كما يراها البيت الأبيض من منظوره ومصالحه، دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما سيكون لها من تبعات على منطقة الشرق الأوسط التي لم تهدأ التوترات بها بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن تولى الرئيس ترامب السلطة. رجل يواصل سياسة أمريكا أولا لا يأبه بالتخلص من جزء من أعباء مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية وإلقائها على عاتق بعض حلفائه. طالما أن التكلفة لا تطال بلاده بشيء وستحمل تلك الدول عبء الفاتورة وحدها، أما الدول المعنية فتهرول نحو الصديقة الكبرى طالما أن الهدف هو تحجيم العدو الأزلي إيران. فالسعودية التي اشترت صفقات سلاح بمبالغ ضخمة من الولايات المتحدة ظلت طواقة بحسب مصادر أمريكية ومسؤولين سعوديين إلى مثل ذلك الحلف. التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والتحالف العربي في اليمن، ومن قبلهما التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، كلها تحالفات تنشأ وتتوسع وتبدأ حملاتها العسكرية التي تستمر إلى أجل غير معلوم وتصب حممها في مناطق صراعات وحرب بالوكالة، ولا تأتي كل تلك التحشيدات على المدنيين والأبرياء إلا ببؤس يضاف على بؤس. وينضم إلينا من واشنطن الدكتور عماد حرب رئيس دائرة البحوث في المركز العربي، أيضا معنا من بيروت سعد كيوان الكاتب والباحث السياسي. أريد يعني أن أبدأ دكتور حرب النقاش قبل أن ندخل في تفاصيل نيتو عربي وجدواه إيجابياته وسلبياته بما تريده واشنطن أو إدارة ترامب من إيران. كلام وزير الدفاع عن أنه لا تريد واشنطن تغيير النظام في إيران إنما تغيير سلوكها، هل هذا ممكن أن يتغير سلوك إيران من دون أن يتغير شيء في النظام أو بوصول تيار ربما يكون أكثر انفتاحا على سياسات أمريكا في المنطقة؟ شكرا سيدتي على استضافتي. لا أعتقد أن الولايات المتحدة بصدد تغيير النظام الإيراني لأنها لا تستطيع تغيير النظام الإيراني، ولكن بنفس الوقت أريد أن أقول أن الولايات المتحدة والإدارة الحالية هي بالفعل تريد تغيير النظام، بمعنى أنها رغبتها لا تتعدى مجرد الرغبة، فهي لن تستطيع القيام بذلك وذلك. ولكن بنفس الوقت الولايات المتحدة تحاول الضغط على إيران بدون الوصول إلى حل عسكري، ولكن هذه مشكلة. إيران لن تتنازل عن أي دور لها في المنطقة وخاصة في سوريا أو حتى العراق،
أو في الخليج العربي. لهذا الولايات المتحدة أعتقد أنها طموحة كثيرا، ولكنها لن تستطيع تحقيق الكثير، لهذا تحاول أن تجد إطارا إقليميا معينا لتنفيذ ما تريد تنفيذه بالنسبة لإيران. طيب سيد كيوان، يعني إذا كان هناك فعلا رغبة أمريكية بأن ليس فقط يعني يتغير سلوك إيران، إنما لابد من تغيير نظامها كي يتغير سلوكها، هناك من يقول بأن كل هذا تستخدمه واشنطن ك يعني فزاعة لدى الدول العربية، لدى الدول الخليجية تحديدا، لكي يعني تكسب منهم بسياقات مختلفة عسكرية أو اقتصادية. ولكن لا يوجد فعلا تضارب بين المصالح العربية أو الخليجية والمصالح الإيرانية، ويعني عمليا ليس مجرد فزع، إنما هناك فعلا مشكلة لدى هذه الدول مع سلوك إيران في المنطقة. بطبيعة الحال لا شك أن هناك تضارب مصالح أكيد، يعني على المستوى العربي والخليجي بين المصالح العربية والمصالح الإيرانية في المنطقة بدون أدنى شك، وبالتالي المنطقة هي الآن شاهد على ذلك، يعني ما يجري فيها من أزمات وتوترات ولكن دعيني أولا أقول أن قرار من هذا النوع، يعني إنشاء ناتو عربي، يعني حلف عربي عسكري دفاعي استراتيجي، هو قرار كبير وقرار يعني استراتيجي خطير، له تبعات كبيرة وله تبعات على مستوى التوازن الإقليمي استراتيجي السياسي والعسكري والاقتصادي في كل المستويات. بالتالي يعني هذا من شأنه أن فعلا أن يغير يعني المعطيات في المنطقة، من شأنه أن يغير يعني موازين القوى، من شأنه أن يعيد تركيب إذا شئت إلى حد ما تركيب الجيوبوليتيك في المنطقة. فهل هذا فعلا هذه هي رغبة الولايات المتحدة؟ هذا أول سؤال. وثانيا، هل هذه فعلا رغبة أو قدرة الدول العربية على مثل هذا، يعني هذه الخطوة الاستراتيجية؟ يعني هل فعلا أن العرب سيكونوا متفقين أو الجميع أو أكثرية الدول العربية ستكون موافقة على مثل هذه الخطوة؟ يعني أولا لا يمكن أن يكون هناك حلف يعني من هذا النوع في المنطقة وأن لا يكون يعني موافق عليه أو مشارك فيه معظم، إذا لم نكن كل الدول العربية، معظم الدول العربية. ولكن هو هذا الأمر عمليا الآن كما هي واقع الأمور غير وارد، يعني ليس هناك من موقف عربي إجماعي بتقديري حول هذا الموقف. وهو يعني ربما هذا يفتح على سؤال، قرار غير أكيد وغير تمام، ربما هذا يفتح على سؤال أيضا، هو يعني ما هي الدول أو من هي الدول المعنية دكتور حرب بهذا التحالف، خصوصا وأن الفكرة ليست يعني فعلا جديدة وليس عمرها فقط يعني يعود إلى عام إلى وقت زيارة ترامب إلى المنطقة، إنما أيضا فكرة أقدم من ذلك تتكرر بين فترة وأخرى. هل يعني انطلاقا مما ذكر سيد كيوان، كل الدول العربية ترى أن قيام تحالف من هذا النوع من شأنه فعلا أن يعني يساعد على استتباب المصالح العربية، أم على العكس يعمق الأزمة مع إيران من دون جدوى؟ بالحقيقة لا أعتقد، أن أنا أوافق الزميل من باريس بأن هذا التحالف من هذا النوع من بيروت لا أعتقد أنه بوارد التحقق بالحقيقة، لأن هناك الكثير من الخلافات العربية والخليجية لن تساعد على تحقيق هذا التحالف. ولكن بنفس الوقت الدول العربية التي تريد هذا التحالف لأن يقوم، التي تريد مواجهة إيران، وبالتحديد المملكة العربية السعودية والإمارات، إنهما تريدان من الموقف العربي أن يتوحد كليا ضد إيران باعتبار أن إيران هي العدوة. إيران منافسة استراتيجية في المنطقة لا شك بذلك، ولكن أن نعتقد وأن نؤمن بالفعل بعمق بأن إيران هي عدوة استراتيجية يجب مواجهتها بشكل يومي، هذا لا أعتقد أن الدول العربية باستطاعتها أن تقوم بتلك المهمة.
إيران دولة إقليمية لها مصالح، لها استراتيجية بالطبع، هي تحاول أن تسيطر على مناطق معينة لأنها بالفعل طيب دكتور حرب، تحاول التوسع. يعني كان هناك نفي من هذه المصادر الأمريكية التي ذكرت هذا الموضوع من أن يكون يعني ما يجري الآن في الخليج من أزمة بين دول الخليجية له أي عائق أو تأثير على تشكيل هذا الحلف. هل برأيك هذا فعلا لن يعني يؤثر؟ أعتقد هذا ليس تحليلا صحيحا. تشكيل وحدة من هذا النوع، تشكيل تحالف من هذا النوع، وقالوا إنه سيكون قد يكون على نطاق على شاكلة تحالف ناتو، غير قابل للتحقق. المادة الخامسة من حلف ناتو تؤكد على أن العدوان على أحد الدول هو عدوان على الجميع، والجميع يجب أن يتصدوا. لا أعتقد أن دول الخليج بالتحديد بالذات هي بصدد بالفعل الدفاع عن بعضها. لنقول ان قطر هجمت، فهل بالفعل ستاتي المملكه العربيه السعوديه او الامارات لحمايتها؟ لا اعتقد ان ذلك سيحصل. طيب. هناك مشاكل سياسيه قبل ان تكون مشاكل امنيه او تكون مشاكل استراتيجيه. هناك مشاكل سياسيه بين العائلات الحاكمه التي تتصارع فيما بينها. لا اعتقد ان حلفا من هذا النوع يمكن ان يقوم قبل حل هذه المشاكل السياسيه. طيب سيد كيوان، كنت تتحدث عن يعني الاثار الجيوسياسيه في المنطقه اذا ما اقيم هذا التحالف بشكل أو بآخر، وهنا يعني لابد أن نتحدث أكثر عن الإيجابيات والسلبيات له. هل يعني تعتقد أنه في الدول التي فيها مكون شيعي مهم، ولابد هنا من ذكر الأشياء يعني مسمياتها، إذا ما وقفت في وجه إيران بهذا الشكل، هل تحتمل التصدعات الداخلية وهي أصلا يعني في أزمة بهذا المجال؟ نعم طبعا بالتأكيد بدون شك، وأنا لمحت في البداية حول أنه ليس هناك لن يكون هناك من إجماع عربي، على الأقل يعني من يعني أكثرية عربية يعني تماشي هذه الخطوة. وبالتالي كنت أقصد يعني مثلا إذا دخلنا في التفاصيل أكثر، يعني ماذا سيكون عليه مثلا موقف العراق، دولة عربية مهمة يعني في صلب هذه المعادلة وفي صلب هذه المعمعة العربية الإقليمية. ماذا سيكون عليه يعني موقف دول أخرى في الخليج نفسه؟ يعني مثلا ماذا سيكون عليه موقف الكويت على سبيل المثال؟ الكويت دولة امتازت يعني على الدوام في مواقفها المعتدلة والمحاورة، وبالتالي حاولت تلعب دائما دور الوسيط في خلال هذه في أزمات من هذا النوع. ماذا سيكون عليه دور مثلا موقف عمان التي هي كمان عادة تمارس هذا النوع من الدور؟ ولكن أنا بتقديري في هناك كمان أيضا موقف يعني أبو طحرة معضلة أهم من هذا العنصر. أكيد هذا العنصر الشيعي مهم بطبيعة الحال، لأنه هو عامل يعني عامل وصل وبنفس الوقت عامل فصل وتفجير بين الفريق العربي، الأطراف العربية وإيران. وبالتالي التداخل اللي سمح لإيران التمدد في المنطقة هو أيضا هذا العنصر اللي هو من العراق إلى سوريا إلى لبنان، وبالتالي أيضا يعني إلى اليمن. هناك بتقديري مشكلة أساسية أهم من كل هذه هي الوضع السوري، الأزمة السورية. أنا أعتقد شخصيا أنه الأزمة السورية هي مفصلية في تحديد مصير هكذا خطوة من هذا النوع، أنه لا يمكن أن يكون هناك وضع في سوريا كما هو عليه اليوم وأن يسمح بتشكيل مثل هذا التحالف. يعني هكذا تحالف إذا شاءت له الأمور أن يبصر النور، هكذا حلف عسكري كبير وقوي واستراتيجي، لا يمكن إلا أن يكون الوضع في سوريا قد تغير كلية. وبالتالي ندخل أيضا في تفصيل أكثر، أن يكون قد أخرجنا
أخرجنا إيران من سوريا، أن نكون ركبنا أعدنا تركيبة الوضع في سوريا. وأن وربما هذا يشرح يعني سبب طرح هذا الموضوع الآن مع كل الضغط الذي نشهده سيد كوان على إيران لكي يعني على الأقل تحجيم دورها في سوريا أو حصرها في مناطق نفوذ معينة. ولكن هنا أريد أن أسألك دكتور حرب، يعني هل أمام كل هذا الذي يعني شرحه سيد كوان، هل يعقل أن تكون الإدارة الأمريكية يعني تقفز على كل هذا وتدفع باتجاه نيتو عربي؟ وأيضا هل الدول الخليجية المعنية تحديدا بهذا التحالف أيضا لا ترى تداعياته على يعني على أراضيها؟ بالحقيقة المسألة غريبة بالحقيقة، يعني عفوا على ذلك، ولكن المسألة غريبة جدا. هناك إدارة يقودها رجل لا يفقه شيئا عن الخليج، لا يفقه شيئا عن العالم، لهذا هو سمع بهذه الفكرة، هو قال تحالف عسكري بين كل هذه الدول، هذه الدول قوية تستطيع شراء الأسلحة التي نبيعها، لهذا قد يكون لنا مصلحة في أن نؤطرها بشكل تحالف عسكري كي تواجه ما نسميه عدونا ونحد من التحركات الإيرانية. يقابل ذلك قيادات في الخليج، مع كل الأسف قيادات في الخليج تعتبر أنها من ناحية قادرة على الاعتماد على شخص من هذا النوع في البيت الأبيض، هو بالفعل هو لا يثبت على موقف ليومين، فكيف به ثابتا على موقف بهذه الأهمية؟ هم يعتقدون أن ترامب سيقف معهم، هم يعتقدون أن ترامب سيبقى على ذلك الموقف، ولا يعرفون أن أول ضربة أو أي تحدي عسكري من قبل إيران سيكون ضد مصالحهم الذاتية بحد ذاتها، وسيكون الرد العسكري عنيف جدا، ومصالحهم هي التي ستتأثر. لن يكون الولايات المتحدة أي تأثر إلا سوى إذا أصيبت سفينة حربية في الخليج العربي أو أطلقت صواريخ على إسرائيل. لهذا لا أعتقد أن هناك حسابات واضحة، حسابات جيدة. لهذا أقول أعود لبداية السؤال جوابي، وهي أن المسألة غريبة جدا، لماذا يفكرون في أنهم يستطيعون تأسيس حلف عسكري لمواجهة إيران؟ بالحقيقة هذا ما لا أعرف الإجابة. برأيك المشكلة سياسية بالأساس، ولابد أن يكون الحل سياسي. ولكن سيد يعني كيوان، أيضا هناك من ربما يستسيغ هذه الفكرة، فكرة أن يكون هناك قوة حازمة في وجه ما يوصف بالمد الإيراني. أنت ذكرت أن يعني على الأقل هناك 4 عواصم عربية الآن يعني باتت بشكل ما تحت السيطرة الإيرانية. كيف يمكن إذا مواجهة هذا النفوذ الإيراني في المنطقة إن لم يكن بشكل حازم؟ الطرق السابقة التي استخدمت في الأعوام الماضية لم تدفعها إلا أكثر لتكريس نفوذها. طبعا، لأنه أولا ليس هناك من موقف عربي واضح وصريح تجاه ما تقوم به إيران في المنطقة. أولا أنه هذا عنصر الذي عملت عليه إيران، لعبت عليه إيران بشكل أساسي وجيد، هو الفرق تسد، يعني هي تمكنت من أن تنخرط في الوضع العربي، وكان الجسر الأساسي لها هو عبر النظام السوري، عبر سوريا في 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 المشرق، وبالتالي تمددت من ثم من العراق إلى سوريا إلى لبنان، وأخيرا هي في اليمن. بالتالي هذا يعني يجسد فعلا الوضع العربي اللي هو فعلا في حالة يرثى لها. بالتالي لا يمكن، على الأقل إذا كان على العرب أن يواجهوا، ويجب أن يواجهوا هذا التدخل في شؤونهم، وهذا نوع من التوسع، ليس هو فقط يعني أن إيران تريد فقط أن يكون لها دور في المنطقة، هذا الدور يعني كل القوى وكل الأطراف الدولية لها بشكل أو بآخر دور في هذه المنطقة. ولكن هذا الدور الذي تطمح له إيران وتمارسه هو ليس دور يعني نفوذ اقتصادي أو كلمة يعني مسموعة، هو نوع من استعمار، هو نوع من تغلغل في داخل الدول العربية، لأنه هناك وجود عسكري إيراني في المنطقة، ليس فقط وجود اقتصادي أو استراتيجي أو أنه علاقات جيدة، هناك وجود عسكري يشمل 4 دول عربية يعني، وبالتالي هي أصبحت صانعة القرار. إيران اليوم هي صانعة القرار في هذه الدول. لذلك يعني إذا لم يتوحد يعني العرب، وليس بالمعنى التقليدي القديم القومجي العربي بالخمسينات والستينات، توحد على شاكلة ما حصل في أوروبا،
الآن الناتو إذا تشبهنا في الناتو، الناتو تشارك فيه دول يعني معظمها إذا لم نقل كلها بأكملها معظمها تتشابه في الأنظمة والقوانين والمصالح الاقتصادية والتجارية والعلاقات والاحترام المتبادل والاستقلالية واحترام استقلالية كل دولة للأخرى. هذا لا غير موجود في قاموس العربي. وهذا يقودني سيد كيوان إلى سؤال ونبحث. يعني أريد أن أستوضحه من دكتور حرب، هل بما تطرحه إدارة ترامب هناك فكرة واضحة عن يعني شكل هذا الناتو العربي؟ هل هو منظومة موازية لمجلس التعاون الخليجي؟ هل هو منظومة يعني بديلة أيضا لمنظومات موجودة أصلا في المنطقة، منظمة الإسلامية أو يعني جامعة الدول العربية أو غيرها؟ بالحقيقة لا أحد يعرف ماذا يفكر به البيت الأبيض أو حتى وزارة الخارجية. الإدارة الأمريكية تفقد لمكونات السياسة الذكية، بمعنى أن وزارة الخارجية أفرغت من كادراتها الفاهمة، كادراتها العارفة بالمسائل العربية والخليجية، وما إذا كان هناك إمكانية لتشكيل تحالف عربي إن كان مصغرا أو كبيرا. عملية الناتو صعبة جدا بالنسبة لتترجم في النطاق العربي. الناتو كما قال الزميل، الناتو مؤسس من قبل دول قبلت أن تشارك في الدفاع عن بعضها البعض، قبلت أن لها أنظمة متشابهة. الدول العربية بالفعل تهرب بالشكل العسكري، تهرب إلى المسائل العسكرية والقمع والأشياء الأمنية، لأنها لا تريد إصلاح ذات البين بينها ولا تريد إصلاح أنظمتها السياسية بحد ذاتها. لهذا عندما نفكر بتحالف عسكري على نطاق ناتو، نحن بالفعل نقارن كما يقولون بين التفاح والبرتقال. لهذا ليس هناك منظومة عربية يمكن أن يبنى عليها منظومة عسكرية كما هو حلف الناتو. طيب يعني في الأساس على الأقل الطرح كما هو حاليا هو تركيز على فكرة تحالف عسكري، هناك يعني تعاون على مستوى التدريب العسكري، على منظومة يعني دفاع صواريخ. سيد كيوان، هل يمكن إذن بشكل طرح الآن اختزاله بأنه كل ما هو مطروح هو واشنطن تريد المال العربي أو المال الخليجي مقابل ضخ يعني السلاح أو تصريف إنتاجها بهذا المكان؟ يعني هل هي تريد فعلا بعد أكثر مما أخذته حتى الآن؟ يعني فبالتالي يعني وارد يعني أن هذه الإدارة تحديدا الإدارة الأمريكية يعني فعلا إدارة يعني تثير الاستغراب، يعني وخاصة يعني طبعا الرئيس الأمريكي، يعني هذا كان يعني العنصر الآخر اللي بالتقدير يجب أن يعني أن يتم التطرق له. هل هذا فعلا أولا غير واضح وغير أكيد وغير ثابت أنه هذه إرادة الإدارة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي الآن بتشكيل هكذا حلف أولا؟ ثانيا هل هي فعلا، أنا بطرح أسأل أطرح سؤال آخر، هل أنا فعلا أمريكا الولايات المتحدة جادة في مواجهتها في تصديها لإيران وسياسة إيران في المنطقة؟ ربما تكون إسرائيل يعني راغبة أكثر أو جادة أكثر في هذا الطرح، لأن ليبرمان يعني في العام الماضي كان له تعليق على هذا الموضوع. وهل أيضا هل أنا الإدارة نفسها واثقة من بقاء هذا الرئيس في البيت الأبيض؟ هذا سؤال أدنى يجب أن يطرح. هل أنا واثقة بعد كل هذه الفضيحة التي تتوسع وتمتد فصولها يوما عن يوم في قضية التجسس الروسي على الانتخابات الأمريكية؟ وبالتالي يعني وهذا التناقض أيضا في داخل الإدارة الأمريكية. أيضا قبل قليل حضرتك أول في افتتاح هذه الحلقة تكلمت عن موقف تصريح لوزير الدفاع ماتيس الذي يقول نحن لا نريد تغيير نظام وانما نريد تغيير اداء. اذا يعني تغيير نظام هو كل المشكله في هذا النظام يعني. طب هنا يعني دكتور حرب فقط لنختم مع هذه الفكرة، هل برأيك إذن أمام كل هذه الأسئلة التي طرحها سيد كيوان يعني يبرز أكثر السؤال هل هو ناتو عربي تطرحه إسرائيل على واشنطن وتقبله أو تستسيغه بعض الدول العربية؟
لا أستبعد أن لإسرائيل دور في هذا بالطبع. إسرائيل تريد أن تحارب إيران، ولكنها تريد أن تحارب إيران بجنود عرب وأسلحة عربية، لا تريد أن تحارب إيران بجنود إسرائيليين وأسلحة إسرائيلية. الولايات المتحدة وإسرائيل لهما محاولة لتطبيع إسرائيل في الشرق الأوسط، تطبيعها كيف يمكن تطبيع إسرائيل في الشرق الأوسط، علما أن إسرائيل لا يمكن أن تطبع طالما أنها تضطهد الشعب الفلسطيني وتطرده من أرضه. الطريقة الوحيدة لتطبيع إسرائيل في الشرق الأوسط هي في جعلها صديقة لدول عربية مؤثرة كالسعودية والإمارات. لهذا أعتقد أن هذه الفكرة كلها عملية تطبيع لإسرائيل، على أن إسرائيل هي الصديقة الوحيدة للعرب مقابل إيران التي يسمونها عدو إسرائيل. النقاش طبعا سيطول في هذا الموضوع لأنه له تشعبات متعددة. أشكرك على هذه المشاركة دكتور عماد حرب، رئيس دائرة التطبيع بدأ في سوريا العربي. بين سوريا وإسرائيل. وأيضا أريد أن أشكرك من بيروت سيد سعد كيوان، الكاتب والباحث السياسي. مشاهدينا، شكرا جزيلا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.